لجرحك لازفا احد احد، قسما لصوتك صارخا للظلم حد، قسما لجرحك لازفا احد احد، قسما لصوتك صارخا للظلم حد، قسما لورد الياسمين، قسما لورد الياسمين، تحفها في كل مفترق رصاص كالبرد، قسما لعزمك جريح تصده فرق الهلا، فلا يهرب ولا يرد. لا يقف الفساد عند حد حين يستشري، ولا يوقف سيء الأخلاق شيء حين لا يستحي، حتى ترى معاناة الناس في عيشهم وقوتهم كمعاناتهم أحياناً في أخلاقهم ومبادئهم، لتدخل ذلك الفساد على الرؤية والمنهج يفسد ما دعا إليه الإسلام من المساواة، ويزرع بين الأمة الواحدة الفوارق الطبقية والاجتماعية، وهذا ما شعر به وجدي كما شعر به كل من حوله. أنا أتمنى يعني الفئة السوداء هذه نكون سواسية. تمام سواسية، يعني ما بوش هذا، يعني نكون سواسية، هذا أخي وهذا أخي. ليش الله تعالى قال أكرمكم عند الله إيش؟ أتقاكم، يعني وقعنا لكم قبائلا وشعوبا تعرفوا، بس هذم يعني يقول لك اول بداية جين قال لك روح يا خادم حصل، والله انت مع عبد مع ابوه تمام، واخر نهاية يعني السواسية، يعني الشين عيش سواسية، وكان هم يعني يشعرون بالقهر والظلم عندما يبصرون الآخرين في ترف ورهف، ويبصرونهم في الدرك الأسفل، فكانوا هم يعانون من الظلم والقهر، وخاصة في المنطقة، في منطقة الشرمان هذه. ذلك الإنسان الذي لم يعط حقه من الكرامة، ولم يوف حقه من المواطنة، بل لم ينظر إليه يوما نظرة حانية، ولم يدخل بعد في عداد الإنسانية. رغم بساطته، هذا بيته، هذه الغرفة، وهذا طبعا المطبخ على الهواء، المطبخ على الهواء، هذه غرفة، هذه تعتبر عنده غرفة وهذه غرفة، هذا بيته، يعني الطربال هذه، ايوه الطربال، هذا واقعه. ولهذا رأى وجدي في الثورة أمله المفقود وهدفه المقصود، فخرج يريد التغيير وينشد الحرية ويتطلع للحياة الكريمة. والمشكلة ما فيها، يعني نشين غيرنا رئيس الظاهر، خاصة السودانيين أحياء السودان، يعني هم خاصة باليمن الناس يعني عايشين في فلال بقصور بها، وهذا بالله عليك كرتون ومزمو، أكلت الشمس المطار، يعني الأخ وجدي من الشباب الطامح الصالح، يعني الذين كان عندهم طموح وعندهم أمل، وما زال حتى الآن رغم الإصابة والإعاقة الدائمة، لكنه ما زال طامح، وما زال عنده الأمل. وفي ساحة الحرية يكون الفارس الثائر يحمل الهم ويزرع الأمل ويبعث الحماسة، متنقلاً بفاعليته بين الفعاليات، ومتواجداً بنشاطه بين كل الساحات. الأخ وجدي طبعاً كان رجل يدرسنا الأمل صراحة، من بداية الساحة، من بداية ما أنشئت ساحة تعز ساحة الحرية، كان يشعرنا دائماً بالأمل. كنا في الخيمة طبعاً، وكنت أجلس في الخيمة أنا متواصل، وهو متواصل معنا في الخيمة، يعني تقدر تقول الوجه الذي لا يضيع داخل الخيمة في المسيرة، الأمل عنده، يشارك في المسيرات، يشارك في أي شيء، يعني رجل صاحب يريد التغيير، دائما يقول أنا أريد أن أضحي من أجل الشعب اليمني، أريد أن أعمل من أجل الشعب اليمني، هكذا حتى يشعرك بأمل. وحيث كان دائما في دائرة الأضواء، ولأنه لم يرضى لنفسه أن يترك الساحة ويؤثر الإيواء،
فقد كان على الدوام الأقرب للخطر والمقدام ساعة الإحجام. هلا بالإصابة يا أخي، يعني الشقعت ما قدرتش يعني لا أهرب ولا يعني، وإن ما دام يعني قلنا كيف خوتك يصطابوا ويتقتلوا وأنت تهرب، والله شقوم تقزع بينهم، قلكوا حياة والله موت تمام. يعني ما زدتكو أنا كذا في واحد من أصحابي وهذا زدتكو حق يعني قرح بالواقع حقي تمام. يعني ما نجدارين رصاص قنابل يعني، بس لو القارح قرح بالواقع حقي خابطكو على وقعي كذا والدرب، بعدين لحد هناك ما شعركش خلاص. ما عزيتو منو سعفنا منو الدينا. يوم ما أصيب كنا جالسين مخزنين يعني في الخيمة، خيمة ساعة الحرية. وعندما بدأ الضرب يعني الساعة تقريبا 5 كذا أو 5:30 انطلق من الخيمة على طول. قال كيف نترك إخواننا، والله نضحي مثل ما يضحي إخواننا. وانطلق من جانبنا وكنا نحن ننظر الجرحى يدخلوا وكذا، ما توقعناش انه قد شو كنا. نعم كان هذا شأنه في الساحة، ولقد كان للآخرين شأن آخر ورد سافر لا يميز بين معالم ومواطن، ولا يرقب إلا أو يرعى ذمة في وطن أو في مواطن. ففي يوم المحرقة الشهير 29 من شهر مايو 2011، حيث رمى الظالم بشره دفعة واحدة فأصاب جملة من البشر وتحقق جزءا من الخطر، كان منها ما أصاب وجدي فأفقده حبيبتاه. اللي حدث يا أخي يعني سلمية، وبعدين مشينا نحنا كذا تمام، ولا طقت علي عبد الله صالح ناولونا، هذا أول بداية. يعني دوقة أول بداية ضرب أرضي تمام، تطوروا منهم بالرجول منهم شدوا عن الناس وغطروا، وهذا بعد ما زدنا من هنا ومن هنا مع أعلنا كيف نسوي. يعني بعدين من الجنب هذا ومن الجنب هذا الشقعت ما قدرتش يعني لا أهرب ولا يعني، وإن ما دام يعني قلنا كيف خوتك يصطابوا ويتقتلوا وأنت تهرب، والله شقوم تقزع بينهم، قلكوا حياة والله موت تمام. يعني ما زدتكو أنا كذا في واحد من أصحابي وهذا زدتكو حق يعني قرح بالواقع حقي تمام. يعني ما نجدارين رصاص قنابل يعني، بس لو القارح قرح بالواقع حقي خابطكو على وقعي كذا والدرب، بعدين لحد هناك ما شعركش خلاص. فقد عينه بعد أن فقد وعيه لأيام وليالي، ونقل مجهولا إلى المشافي، وحيث فقده أهله وذويه وجد في حالة بائسة بعد جهد، ومن ثم عادت له حيويته بعد إعياء. ضرب رصاص منه ومنه ومنه ومنه، وبعدين احنا ما عزدناش ما نسعفه، ما عسكناش ندخل، ما خلناش ندخل، ما عزدناش نسعفه، سعفه مو كسرنا دورقي 3 أيام الوليد ما حصلناهمش ولا دارين وين، زيد لهم بطاقة ولا حاجة. لما حتى الثلاجات فتشنا الثلاجات فتشنا كذا ما حصلنا ولا أي حاجة. لما بعد 3 أيام وجدنا مستشفى الدولي بلغوا معاذ ثاني، واحد قال في واحد مقهول الدم مصابين مرات إيه. طلعوا لا انا ضرب إيه. في واحد مقهول مستشفى الدولي، دخلنا النورام هذا سواد مقهول بالدولي، وصلنا النورام ما نشوف على قالوا وارم كله جهازات ومهم خلى على الله. نظرنا على وبعدين قالوا طلبونا وقعنا، قالوا وقع العملية يعني هنا يعني في بو أنا أقول حق رصاصنا وهنا وهنا والعيون حقه بعدوهم كلهم. ورغم ما أصاب وجدي من لأواء وما أدركه في بعض أعضائه من شقاء، استطال بالعطل إلى أعضاء أخرى، إلا أنه لا زال يصطحب الرضا ويرجو عند الله لها ذخرا.
الآن عاد عطلوا علي الشم والطعم، الآن ظلمة ما يعلم بحالتي إلا الله. تمام؟ وعاد لولا هذا زيد لا شم معي قشم ولا قطعم زيد، يعني ثلاث خصال خربان علي للنهاية. والآن يمشي الأخين الحين قيمة الشيني الحين ما يمشينيش، أقس هناك يعني على معنى مربوط، حبسنا الخالق. إن كان المخلوق ما يقدر يحبسك، بس الله تعالى إذا كتب للإنسان بحاجة أو أقل. ألا سنتين لا نظر بعد اليوم، لا نظر بعد اليوم. كما يصطحب العزم الذي عهده فيه أصدقاؤه في ساحة الحرية ويجد الاستعداد للتضحية، مما ينبئ عن نفوس كبيرة وراء تلك الأبدان وعقول مستنيرة تترجم قيمة ذلك الإنسان. وفي الآن معي سواق ومشينا للساحة، والله لا أعيش معهم للنهاية، يعني أمضي روحي للنهاية بينهم. يعني الآن العمل زيد صح أنه يعني من أول من ضرب من أهل عبد الله صالح وشلته، والآن الحمد لله أنا أصبر على البلاء، الحمد لله له الحمد له الشكر. أما من تعدى عليه وإن كان عنه غافل، فإن الله عنه ليس بغافل، ولأن كان قد سرق من وجدي ضوء عينيه في الأولى، فإنه سيجد نوره أحوج ما يكون إليه في الأخرى. أفما قدر هول المطلع أو سوء الحساب؟ وهل غفل عن دعوة المظلوم وأنه ليس بينها وبين الله حجاب؟ يعني كلهم اللي ضربوا علينا بالساعة كلهم إن شاء الله، إن شاء الله أنه يعملهم تعبيرة للناس كلهم. وأنا الحمد لله الصبر، وما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، ما البشر ما يقدرش يعمل بك شيء إلا إذا كتب الله يعني من فوق، خلاص ما عبوش ولا أقل. هو يعني والله يزيله علي عبد الله صالح مع البلاط قعقه، يعني من مات بالساعة هذه حقنا الشبابية واللي انتهوا أسأل من الله أن يتقبلهم وحده، واليوم عادهم أمراض معورين أسأل من الله أن يشفيهم. وأسأل من الله أن يقعر علي عبد الله صالح واللي تبعه حتى لو وقع بعد يدورني لنا. هذا ما كان منه وذاك ما كان من المعتدين، فماذا سيكون ممن يملك القرار اليوم ويملك إن أراد إعطاء الحق وتحقيق العدل ووضع حد للتجاوز؟ هل يعود لوجدي بعضاً من حق أو طرفاً من عدل أو مواساة بعد فقدان؟ قسماً لجرحك لازفاً أحد قسماً لصوتك صارخاً للظلم حد قسماً لجرحك لازفاً أحد قسماً لصوتك صارخاً للظلم حد قسماً لورد الياسمين قسماً لورد الياسمين تحفها في كل مفترق رصاص كالبرد قسماً لعزمك جريح تصده فرق الهلاك